أسعد الله مساكم مشاهدينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج استديو الفجيرة. هذا البرنامج اللي نسلط الضوء من خلاله على أبرز وأهم المستجدات في إمارة الفجيرة وأيضا في إمارات الدولة كافة، بالإضافة طبعا إلى العديد من المواضيع المنوعة في الفن والثقافة، الأدب والرياضة وغيرها الكثير، مع ضيوفنا طبعا المتميزين وقصصهم الملهمة من مختلف المجالات والاختصاصات. كالعادة مشاهدينا الكرام، راح نبدأ معكم فقراتنا لهذه الليلة وكل ليلة مع أخبار دار السعادة، وبعدها بنروح وياكم لفقرة الترند في دار السعادة، وهناك بنلقي الضوء على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما في فقرة حديث الفجيرة نتعرف وياكم على تفاصيل برنامج جديد لدراسة الماجستير أطلقته جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة. وفي فقرة متميزون مشاهدينا الكرام، راح نعزف على أوتار الوجدان مع شاعر متميز في الشعر الشعبي. راح نكون دائما وابدا مشاهدينا الكرام في انتظار تفاعلاتكم وارائكم في مواضيعنا المختلفه وفقراتنا المنوعه، وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون الفجيره وعبر هاشتاج استديو الفجيره. والحين مشاهدينا بنروح نتعرف وياكم على اخر المستجدات في فقره دار السعاده. تحرك فريق التنوع البيولوجي بهيئة الفجيرة للبيئة بشكل عاجل بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر استخدام معدات فخية لصيد الحيوانات البرية في المناطق الجبلية، وأسفر التحرك السريع عن تحديد الموقع ومصادرة الأدوات الفخية، حيث تعمل الهيئة حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. المزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا وعبر الهاتف مباشرة الدكتور علي حسن الحمودي، مدير محمية وادي الوريعة الوطنية ورئيس فريق التنوع البيولوجي بهيئة الفجيرة للبيئة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ علي. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية طبعا على هذا التحرك السريع. بداية، كيف أسهم هذا التحرك لفريق التنوع البيولوجي في هيئة الفجيرة البيئة في التعاون مع هذه الحادثة؟ طبعا أسهم هذا التحرك السريع في الكشف عن موقع والأدوات الفخية قبل أن يتم اصطياد أي من الحيوانات البرية، الحمد لله، أو وقوع أضرار بالحيوانات البرية. فالتحرك السريع عن أي بلاغ أو انتشار مثل هذه الفيديوهات في سرعة التحقق والتأكد من صحة هذه البلاغات أو الفيديوهات، فذلك يساعدنا في نشر الأخبار الصحيحة والمعلومات الدقيقة عن أي بلاغ أو أي فيديوهات تخص البيئة. نعم. طيب دكتور، ما هي الآلية التي استخدمها الفريق لتحديد موقع الأدوات الفخية وكيف تم التعامل معها؟ طبعا بعد انتشار الفيديو جانا اتصال من بعض الأشخاص المتعاونين في المنطقة اللي كان فيها المصور فيها الفيديو، وتم تحرك السريع من قبل المفتشين في فريق التنوع البيولوجي للمكان، وبالفعل وجدوا الأفخاخ موجودة وتم مصادرة هذه الأفخاخ. نعم، ماذا عن الإجراءات القانونية اللي راح تتخذها هيئة الفجيرة للبيئة في هذه الواقعة؟ طبعا هيئة الفجيرة للبيئة تتبع قوانين وتشريعات محلية للبيئة، وهناك تشريعات اتحادية خاصة بالأضرار بالتنوع البيولوجي أو بالبيئة، وعلى ضوء هذه التشريعات سوف تقوم الهيئة بتطبيق هذه الإجراءات على كل من يخالف أو يضر بالبيئة. نعم. طيب دكتور، ختاما، كيف يمكن تعزيز التعاون بين هيئة الفجيرة للبيئة وأفراد المجتمع، وذلك طبعا لتعزيز الوعي البيئي والحد من مثل هذه الانتهاكات؟ طبعا هيئة البيئة دائما تعزز تواجدها في المجتمع وتوزع توعيتها للمجتمع، ذلك عن طريق نشرات توعوية أو عن طريق المنصات التي تطلقها هيئة الفجيرة. نعم. وكل معلومات تطلق على منصات سواء انستغرام الهيئة أو واتساب الهيئة
لتوعية الناس في بهذه الأضرار. نعم أكيد، يعطيكم العافية على كل هذه الجهود. كنت معنا الدكتور علي حسن الحمودي، مدير محمية وادي الوريعة الوطنية ورئيس فريق التنوع البيولوجي بهيئة الفجيرة للبيئة. شكرا جزيلا لك دكتور. عفوا، يعطيك العافية، حياك. نعم مشاهدينا الكرام، تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله، وباستضافة كريمة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، انطلقت اليوم فعاليات منتدى أسواق الطاقة 12 في إمارة الفجيرة، والذي يضم مجموعة من قادة الطاقة العالميين ويستمر لمدة يومين. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بالنسبة لقطاع الطاقة حاليا في أكثر من قطاع تحتية، وكل القطاعات هاي حاليا عشان نتعامل فيها بطريقة عادلة، خلينا نقول قطاع النفط والغاز التقليدي خلينا نقول بتحول لقطاع طاقة، وقاعد بضم تحت هذه المظلة كل القطاعات الأخرى. فالربح اللي قاعد بيجي من الشركات حاليا في مثلا القطاع النفط والغاز قاعد بتروح أجزاء منه عشان تنمي القطاعات الأخرى في مجال الطاقة، لو بالآخر هي أسواق الطاقة واحدة حاليا في العالم وقاعد بتندمج كلها. فجيرة كانت لعبت دور جدا سباق في هذا الموضوع، حيث أنها بيئة جاذبة ليس فقط، يعني مع أنه الفجيرة ما عندها مصادر مباشرة للنفط والغاز، قدرت تلعب لود كبير في أسواق الطاقة العالمية، حيث صارت سنتر اليوم إحنا واقفين فيه في أسواق الطاقة، ناس قادمة من كل مجال الطاقة من أبوظبي هاي ومن أنحاء العالم، من أوروبا، من كل يعني الممثلين مجال الطاقة جايين يلعبوا هون دور كبير، من أدنق موجودين من أبوظبي كلهم جايين اليوم لهذا المنتدى، لأنه الفجيرة فعلا حطت نفسها على الساحة في مجال الطاقة، فإنها قدمت خدمات بوجودها في بلد مصدر خدمات الطاقة، خدمات مهمة جدا لهذا المجال، وهي هذا ساعد بالقيادة الرشيدة لحكومة الفجيرة إنهم مش بس يوجهوا جزء من خلينا نقول الأسواق في مجال النفط والغاز إلى الفجيرة، بس كمان إنهم يوجهوا الفجيرة تدعم هذه الأسواق وتخلق فرص جديدة لأهل الفجيرة في كل المجالات. احنا صراحة علاقتنا كثير طيبة مع ميناء الفجيرة، وما شاء الله عليهم جماعة في ميناء الفجيرة دائما يدعموا كل القطاعات الحيوية للفجيرة مع الرؤية تبعت الحكومة الفجيرة، هم دعمهم كان جدا موجود في خلال عمليات التوسع اللي بيننا وبينهم، دائما متواجدين، دائما يعني حتى مستعدين يشتغلوا مع الشركات عشان يتطوروا، مش بس من الشركات بس، حتى ميناء الفجيرة نفسه دائما بيسأل الشركات، واصل مع العملاء عشان يطوروا من حالهم ويتسبق ويتوقعوا ما هي الأسواق القادمة، ويكونوا استباقيين بأنهم يحاولوا ينفذوا هذه المشاريع، عشان لما توصل هذه المشاريع قيد التنفيذ في الأسواق العالمية للطاقة هم يكونوا جاهزين لخدمتها زي ما هم كانوا جاهزين لخدمة في أسواق أخرى، في مشاريع أخرى للشركة في مجالات الطاقة المتجددة اللي حاليا كان بيحكوا عنها متواجدين حاليا في أسواق الطاقة، في مشاريع بالهيدروجين بالأمونيا، وبالأخص عندنا مشروع الجرين هيدروجين، الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء اللي حاليا الشركة قاعدة بتحاول إنها تبني واحد من أول المشاريع في هذه المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا بالدعم اللي موجود من القيادة الرشيدة ومن توجيهات القيادة اللي بتدعم على هذه المشاريع اللي هي راح تكون خلينا نشوف نواة لمستقبل الانتقال أو التحول الطاقي في العالم. شارك منتخب الإمارات للرجبي للشباب والشابات في بطولة آسيا تحت 18 سنة السباعيات، والتي أقيمت في مدينة جوهر بهرو في ماليزيا خلال يومي 28 و29 سبتمبر الماضي. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذه المشاركة دعونا نرحب معكم وعبر الهاتف مباشرة بالأستاذ محمد سلطان الزعابي، وهو الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يا
فيها مرحبا وشاكرين لكم إتاحة هذه الفرصة ودائما تنزيل الزيارة مو مقصر معنا. الله يسلمك. نتابع لعبة الرقبي أول بأول وأكثر من استضافة وأكثر من تواصل وشاكرين ومقدرين لكم. الله يسلمك، هذا واجبنا أكيد صار محمد. في البداية يا ريت لو تحدثنا عن مشاركة المنتخب في هذه البطولة والنتائج اللي حققها اللاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الحمد لله رب العالمين، منتخب الشباب أحرز بطولة كأس آسيا تحت 18 سنة للمرة الثالثة على التوالي. منتخب الشابات للأسف يعني لم يحالفهم الحظ للحفاظ على اللقب، فازوا قبلها مرتين في كأس البطولة، لكن البطولة هذه حصلوا على المركز الخامس. ونتمنى إن شاء الله التوفيق له في البطولات القادمة. عوضنا منتخب الشباب باحتفاظه للقب والفوز بالذهبية كإنجاز تاريخي لأول مرة يحصل، وأيضا الشيء المميز والتاريخي اللي حاصل يمكن في منطقتنا وجميع المنتخبات الإماراتية السنية والشباب والناشئين أو المنتخب الأول، أن أول منتخب في بطولة سباعيات الرقبي يفوز بالبطولة بدون ما يتسجل عليه أي تراي، يعني مثل ما أقول بلغة كرة القدم بدون ما يتسجل عليه أي هدف. نعم. بطول البطولة، فهذا كان يعني نتيجة عمل كبير من الجهازين الفني والإداري وبالاتحاد الإمارات للرقبي برئاسة الشيخ محمد المكتوم، وطبعا نهدي هذا الإنجاز لشيوخنا صاحب السمو الشيخ محمد الزايد الله يرضى عليه رئيس الدولة والنواب وأصحاب الشيوخ الله يحفظهم. نعم. الله يطول أعمارهم وجميع شعب الإمارات، لأن هذا الإنجاز التاريخي يحصل يمكن لأول مرة من خلال المنطقة وآسيا. نعم، طبعا احنا بدورنا ايضا نبارك لكم حقيقه هذا الانجاز وهو الفوز بهذه البطوله وعلى مدى 3 مرات على التوالي، الف مبروك طبعا تستاهلون. استاذ محمد يا ريت تقولنا ايضا عن الفوائد حقيقه اللي جناها المنتخب واللي استفاد منها المنتخب من خلال هذه المشاركه. مش من هذه المشاركه فقط، من خلال جميع المشاركات للمراحل السنيه، تعرف في المراحل السنيه اذا ما يشاركون على مستويات عاليه وبطولات كبيره وعلى مستوى كاس اسيا ما راح يتطور وما راح صحيح منتخبه وما راح يستفيد اللاعبين من ممارسه هذه الرياضه محليا، فلذلك وجودهم في هذه المحافل الدوليه يثقل اللاعبين ويضيف لهم خبره الى على مسيرتهم، بالتالي يكونوا مؤهلين في المستقبل ان شاء الله ان يمثلون المنتخب الاول، وحمل تطلعات وامال اتحاد الامارات للرقبي في المنافسه على البطولات العالميه ان شاء الله. اكيد ما في شك، هم شباب اليوم هم رجال الغد باذن الله. وخلنا نتعرف وياك ختاما استاذ محمد على اجنده الاتحاد في الفتره المقبله باذن الله من حيث النشاط المحلي للانديه وايضا مشاركه المنتخبات الوطنيه في البطولات الدوليه المختلفه. بالنسبة للمشاركات المقبلة، نحن بدينا موسم المشاركات الخارجية بإنجاز لأول مرة يحصل أن المنتخب السباعي الأول للرجال والسيدات يشاركون في بطولة النخبة اللي هم الثمان الكبار في آسيا. نعم. اللي هي سلسلة تقام في 3 دول، شاركنا في كوريا، شاركنا في الصين، وعندنا مشاركة قادمة في شهر 11 إن شاء الله في بانكوك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرقبي وانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للرقبي. نعم. ونتمنى أيضا الممثل الإمارات سعادة قيس عبد الله الضالعي اللي هو رئيس اتحاد الإمارات للرقبي النجاح والتوفيق في الانتخابات القادمة حيث أنه يترشح لدورة ثانية، وعلى هامشها راح تقام سلسلة سباعيات آسيا للرقبي. أيضا في الوقت الحالي دولة الإمارات وبالتحديد دبي في ملاعب دبي 7 تستضيف بطولة WXV للسيدات اللي هي بطولة العالم للسيدات اللي تقام سنويا ل 15 لاعبة، نستضيف من خلالها منتخبات اسبانيا ومدغشقر هونغ كونغ وفيجي وساموا وهولندا. في شهر 12 ايضا راح تكون لنا يعني مشاركة في كأس آسيا المستوى الأول ل 15 لاعبة لمنتخب السيدات، هي أول مرة يشارك منتخب السيدات ل 15 لاعب. السابق كنا شارك في السباعي فقط، حاليا اما الرجال شارك 15 لاعب، لكن الحدث التاريخي ان هذه السنه راح نبدا بمشاركه السيدات في المستوى الاول لكاس اسيا باذن الله. باذن الله بالتوفيق
لكم أكيد. وكنت معنا الأستاذ محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرقوي. ناموس أستاذ محمد وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. الله يحافظك. مرحبا. نعم مشاهدينا، نجح لاعبي أرمينيا وأوكرانيا في حصاد أبرز الميداليات الذهبية في بطولة تحدي ديبا كلاسيك لمصارعة الذراعين للهواة، والتي نظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في جمعية ديبا للثقافة والفنون والمسرح يوم السبت الماضي بمشاركة نحو 100 لاعب. المزيد من التفاصيل عن هذه البطولة نتابعها معكم من خلال هذا التقرير. البطولة اليوم فيها ميزة انك انت تلعب قبل كينج اوف ذا تيبل، يعني هذا تشجيع وحافز ان نحن نختلط بالابطال ونشوفهم ونشوف لعبهم بعد المشاركة. طبعا شاهد لعبهم بعد ما نحن نلعب نختلط فيهم ونكتسب منهم خبرة تجهيز للبطولات الجاية ان شاء الله. طبعا كل هالبطولات تطور من مستوانا، يعني طبعا الواحد يتمرن بدون بطولات ما كأنه سوى شيء. الاختلاط واللعب والبطولات الكثيرة اللي نشارك فيها هي اللي تطور مستوى الشخص. النهاردة الحمد لله تشرفت ان انا جيت شاركت في بطولة تحدي ديبا كلاسيك هنا، والحمد لله عملت مركز تاني في ميزان 95 ومركز تاني في الأوفرول في الدراع الشمال، والحمد لله يعني البطولة النهاردة كانت على مستوى عالي جدا، فيها أبطال كتير، أبطال عالم كتير جدا، البطولة كان مستوى قوي جدا تنظيميا طبعا على أعلى مستوى. شرفت أن أنا النهاردة شاركت في البطولة وسعيد جدا أن أنا كنت موجود النهاردة. فاز القارب التبر 55 لمالكه راشد محمد راشد بن غدير الكتبي وبقيادة النوخذ محمد سهيل المهيري بلقب سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدم الجولة الأولى، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 70 قاربا على متنها 1000 بحر، أبحرت لمسافة 14 ميلا بحريا حتى خط النهاية قبالة عين دبي. مشاهدينا الحديث أكثر عن هذا السباق دعونا نرحب معكم وعبر الهاتف مباشرة بضيفنا نوخذة محمد سهيل مهيري، نوخذة القارب التبر 55 بطل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدم الناموس. ناموس حق لك خير الله يطول عمرك. مبروكين طبعا، ألف مبروك طبعا على الفوز هذا، ولو تكلمنا أكيد عن هذا وعن فوزكم في هذا السباق، كيف نجحتم في الوصول اولا الى خط النهايه ومعانقه الناموس؟ بدايه هذا جهد فريق كامل متكامل من يزوى ونوخذه وفريق عمل. طبعا الصيف كنا نشتغل ونعد لمن هالسباق اللي هو بدايه الموسم. نعم. والحمد لله توفقنا، اخذنا خط سير زين، كان اتجاهنا مناسب، انطلاقاتنا كانت موفقة الحمد لله. هذا كله طبعا جهود اللجنة المنظمة في خط الاصطفاف وخط سير السواق، نحب نشكرهم كذلك اللجنة على هذا التنظيم الجيد والرائع ممتاز. هاي توافيش طال عمرك أول موسم، بداية خير مبشرة، ونحن عندنا سباقات يعني مستمرة، مشاركين في سباقات 43 وسباقات اللي هي المحامل 60 قدم. نعم. يعني قوارب التبر متواجدة إن شاء الله في المنصة في هاي الفئة والفئة الستين إن شاء الله. لا هي ما شاء الله قوارب التبر يعني دائما نواميسة كثيرة اللهم لك الحمد، وهذه بداية مبشرة حقيقة محمد وناجحة ولها ما لها أكيد. بداية موسم تبشر بخير طبعا إن شاء الله. طبعا أكيد. ماذا بعد هذا الفوز محمد؟ والله بعد هذا الفوز ان شاء الله بيجي غيره وبيتري ثاني والثالث ان شاء الله. سلام. احنا ما بنوقف من اجتهادنا. سلام. وكل مجتهد نصيب ان شاء الله. اكيد اكيد. طيب جهد، احب اشكر من هذا المنبر مالك الغارب اللي هو السيد محمد راشد المغدير على دعمه لهاي الرياضه ودعمه لنا بشكل شخصي.
يعني صراحة ما قصروا، وهاي رياضة رياضة أجداد ودراسة، وكل من يوقف وياها يعني أشكره صراحة. ما في شك، ما في شك، كل الشكر والتقدير له أكيد. جهد مقدر محمد وكبير حقيقة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة المنظمة لهذه البطولة. كيف رأيت قرارات كيف رأيت قرارات اللجنة المنظمة في اختيار المسار والتوقيت المناسب أيضا؟ اللجنة طال عمرك توافقت في خط وضع خط السير اللي هو 14 ميل بحري، مناسب لهاي الفئة، مناسب للفئة اللي هي اسمه، وحطت خط النهاية، والنواه لا شك انهم متعاونين كانوا صراحة في الاصطفاف، تعاونوا اللجنة، والحمد لله انطلاقة كانت يعني ما فيها أي شيء، والحمد لله خط السير كان مناسب، نحن أخذنا اتجاه السافل، والله وفقنا، انطلاقة ممتازة الحمد لله، والباقي على الله. بإذن الله، ألف مبروك مرة ثانية نوخذتنا، نوخذ محمد سهيل المهيري، نوخذت القارب التبر، التبر 55 بطل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدم. ألف شكر. إن شاء الله الياء القادم أفضل إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة. تستحقون، الله يحفظك يا مرحب. مشكور يا سيدي. مرحب. مرحب. الله يحفظك. نعم مشاهدينا الكرام، افتتح معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة فرع معهد كونفوسيوش لتعليم اللغة الصينية في مكتبة الفجيرة الرقمية التابعة لجامعة الفجيرة. والجدير بالذكر مشاهدينا الكرام أن فرع المعهد هو الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتلك أكثر من 500 فرع في أكثر من 140 دولة حول العالم. تفاصيل أكثر خلونا نشوفها وياكم من خلال هذا التقرير. احنا سعيدين اليوم بافتتاح فرع لمعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية والثقافة الصينية في جامعة الفجيرة. هذا الافتتاح طبعا حضره معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء الجامعة، حضرته القنصل العام لدولة الصين الشعبية في دبي، حضره أيضا بروفيسور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي. احنا جدا سعيدين بهذا الحدث، ونأمل فعلا أنه يساهم في تطوير العلاقات ما بين دولة الإمارات وما بين دولة الصين الشعبية، وأيضا يكون وسيلة للتواصل، وسيلة لفتح آفاق جديدة وتعاون ما بين طلبتنا وما بين أيضا المجتمع في الفجيرة وخارج الفجيرة مع الجامعات الصينية ومع المؤسسات الصينية. فالمزبوط هو حدث يعني رائع، احنا ثالث مركز في الإمارات كلها اللي عندهم مركز لتعليم اللغة الصينية، وبالتالي هو يعني احنا طبعا نأمل انه يعني حيكون له تأثير كبير في المنطقة، ويحدث فعلا نقلة نوعية، ويحدث ايضا تعاون مثمر ما بين طلبتنا وما بين المجتمع وما بين دولة الصين. طبعا احنا حننظم العديد من البرامج وبشكل مستمر، دورات لتعليم اللغة الصينية، حتكون الدورات طبعا على مستويات مختلفة، وحتكون أيضا الهدف منها إما أطفال وإما كبار وإما رجال أعمال بحسب احتياجات المجتمع. حيكون أيضا دورات أخرى بهدف تعريف الناس بالثقافة الصينية، بعمل بيزنس في الصين، كل هذه راح تكون إن شاء الله يعني على قائمة أعمالنا. إحنا جهزنا غرفة فوق بالطابق الثاني، غرفة جميلة جدا، كل الديكور تبعها باللغة وبالأشكال والأرتفاكس الصينية، وجدا جميل يعني الانفايرومنت كثير كثير رائع طبعا، بشكل يسمح لتعليم اللغة، وبالتالي احنا نبدأ بأسرع ما يكون، يعني حالما يتوفر عندنا نعلن ويتوفر لنا طلبة هنعمله على مستويات مختلفة. نعم مشاهدينا، والحين بنروح وياكم في جولة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فقرة الترند في دار السعادة.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. أما عن تفاصيل أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة، نروح وياكم للخبر الأول، حيث قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. العلاقات الإماراتية الصينية نموذج للتعاون المشترك في كافة المجالات. الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في العالم العربي، وهي الحاضن الرئيس للنشاط التجاري الصيني في المنطقة. نتطلع إلى تعزيز تعاوننا وتعميق علاقاتنا والمضي بها إلى آفاق أكبر. تفاعل مستخدمي منصة إكس مع تغريدة سيدي صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله، حيث علقت شيخة وقالت: نتقدم بخالص التهنئة للرئيس الصيني والشعب الصيني، حفظكم الله سيدي وبارك في عمرك، اللهم آمين. وهناك أحمد الجنيبي أيضا علق وقال: حفظكم الله سيدي، اللهم آمين. نروح مشاهدينا لخبرنا الثاني، حيث قال الشيخ طحنون بن زايد النهيان خلال لقاء جمعه بمارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أنها خطوات تدفع بنا نحو عالم ذكي ومتكامل. جمعتنا مع مارك زوكربيرغ نقاشات مثمرة بشأن تشكيل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا، كما استمتعنا بالقيام ببعض التدريبات معا. طبعا من جانبهم علق مستخدمي الانستغرام على هذا الخبر، حيث قال أحد المستخدمين: الله يحفظه ويطول في عمره، اللهم آمين. وحساب آخر قال أيضا: الله يحفظه ويطول بعمره ويبارك في صحته وعافيته ولا يحرمنا غلاته يا رب العالمين، اللهم آمين. مشاهدي أروح وياكم للخبر الثالث والأخير، حيث يحتفل العالم اليوم الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة، وتعتبر القهوة المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر، نظرا لكونها تتمتع بمذاق ورائحة منعشة ومنبهة لكافة حواس الإنسان. علق متابعي الانستغرام على هذا الخبر، حيث قالت الشيماء: الفكرة أن القهوة تكون حلوة ومضبوطة. لا مضبوطة أوكي، بس حلوة أنا مش معاك يا الشيماء. وهناك حساب آخر أيضا علق وقال: أحلى شيء في الحياة الكوفي. أنا أتفق معك. مشاهدينا كانت هذه أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة، وطبعا يمكنكم أنتم اقتراح المواضيع التي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة وعلى هاشتاغ استديو الفجيرة وعبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة والخاصة بتلفزيون الفجيرة. مشاهدينا فاصل قصير وسنعود لنكمل معكم ما تبقى من فقرات برنامج استديو الفجيرة، انتظرونا. أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وما زلنا مستمرين معكم ومع فقرات برنامج استوديو الفجيرة، والآن سننتقل بكم لفقرة متميزون. نعم مشاهدينا، في عالم الشعر الشعبي يبرز الشارع كفارس للكلمة، يتنقل بين الأوزان والأحاسيس كعازف بارع على أوتار الوجدان. ضيفنا اليوم شاعر يتقن فن التعبير، برع في رسم صور حية تنبض بالحياة، جسد كل المشاعر في قصائده ليجعل من الشعر الشعبي جسرا يحملنا إلى عوالم من الجمال والإلهام. رحبوا معنا مشاهدينا الكرام بضيفنا في فقرة متميز بالشاعر مانع الوشاح. يا مانع يا مرحبا بك والله. يا مرحبا استاذ علي، اسفرت وانورت بوجودكم والتقديم هذا اشوفه زايد يعني. الله يسلمك يكفي، وترحيبكم والله تستاهل. وانا سعيد على الاستضافه هاي قناه الفجيره، وانتم دومكم يعني تدعموا الشعر والثقافه بشكل عام والمبدعين والمواهب. الله يسلمك، بالعكس انت قام وقيمه حقيقه شعريه وفنيه للامانه، أنا على الصعيد الشخصي أفتخر فيها أمانة. نعرف السادة المشاهدين أكيد أخوي مانع
بمن هو مانع الوشاحي؟ مانع الوشاحي شاعر حالة من حال أي شاعر، يعني اتخذ الشعر موهبة وحب الشعر وحب يطور من نفسه ويطلع في القصايد ويقرأ. وتعرف الشاعر يعني بداياته تكون صعبة، دائما البدايات تكون صعبة على أي شاعر. صحيح. فهذه مثل ما تقول موهبة، ولا بد من الشاعر أنه يتعب على موهبته، لأن الشعر يعيش في نفس الشاعر، يعني شعور يمكن الترجمة بطريقة يوصله بأي طريقة للجمهور، فلا بد أنه يتعب على الموهبة هذه ويقدر أنه يوصلها بطريقة جميلة ورائعة للجمهور. صحيح. مان، أنت ما شاء الله لك مشاركات في أمسيات ومجالس ومهرجانات شعرية كثيرة، فياريت تعطينا الأبرز منها، وشو الحدث اللي عالق في ذاكرتك عمرك ما تنساه؟ إن شاء الله يكون الحدث اللي جمعني فيك في شو اسمه. والله الحدث اللي جمعنا كان جميل، واليوم أجمل يعني. الله يسلم. المهرجانات والأمسيات طبعاً كثيرة في الدولة وخارج الدولة، لكن من المهرجانات اللي يعني أنا تشرفت إني أشارك فيها مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، وكان بحضور الشيخ سلطان الله يحفظه. نعم. طول بعمره. آمين. يعني من المهرجانات الجميلة اللي بالعكس تجمع جميع الشعراء من الوطن العربي، فهذه تجربة حلوة كانت، وبالعكس استفدت منها الكثير يعني. نعم. دائما الاختلاط مع الشعراء الآخرين من البيئة أخرى تزيد لك يعني شوية المعرفة، وتزيد الاطلاع على بعض المفردات يمكن أنت غير متداولة معك في بيئتك نفسها. تزيد من معرفتك، الاحتكاك هذا يزيد من معرفة في عالم الشعر. أكيد. يعني قد تكون هناك معلومة أو شيء ناسنها أو تايها عنك ما 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 تعرفها، فأنا أتوقع هذه النقطة هي هدف من الأهداف اللي أنت تسعى لتحقيقها. طيب شو عن الأهداف الثانية اللي أنت تسعى لتحقيقها من خلال مشاركاتك في الساحة الأدبية الشعرية الثقافية؟ دايم شعر أستاذ علي هي بداياته تكون صعبة، لأن الشعر بينه وبين نفسه. بالضبط. فيعني كل شاعر يطمح أنه يوصل للجمهور رسالته، يوصل للجمهور أبياته، يعني يحب الظهور. دائما أنت بدون جمهور صعب أنك تبدع، صعب أنك تستمر. فدائما المهرجانات هذه أنت اليوم تتقابل مع كذا شاعر على مستوى الخليج. صحيح. والشاعر هذا أكيد عنده متابعين وبتجمعك مع أمسية، فدائما مكسب لك ومكسب للشاعر الآخر أن جمهوره يتابعك وجمهورك يتابعه، لأنك من ضمن نفس الأمسية ومن نفس المهرجان. فدائما اللقاءات هذه تولد المعرفة للشاعر، ويكسب منها الشاعر يعني جمهور آخر يمكن ما صادف أن تقابل وياه في أمسية. صحيح. أو في برنامج أو الأشياء. صحيح. هذه. صحيح. طيب ممكن تسمعنا شيء؟ حاضرين. الله يسلمك، حب لك الخير. أنا دائما الأستاذ علي أحب يعني أبدأ سواء كانت أمسية أو حتى مقابلة تلفزيون، أبدأ بالوطني. دائما معروف عن لأن يعني حق الوطن وايد يعني وايد كبير علينا، مهما قلنا ما نقدر نوفي. أكيد. هذه أشياء بسيطة يمكن أن إحنا شيء بسيط نقدمه يعني. صحيح. فدائما مثل ما يقول الشاعر وجه وطنه ورسالة وطنه لوطنه يعني. أكيد. فعندي أبيات وطنية. يقول سبعا سمت يا رب سبع السماوات، المغفرة والعفو يوم الوعايد، لو مات زايد فعله الحي ما مات، امجاد للتاريخ يا عيال زايد، عيال زايد. لو مات زايد فعله الحي ما مات، امجاد للتاريخ يا عيال زايد، رمل السميح وشاهد الوقت اللي فات، سبع الايادي تصافحت للشدايد، صوت الفخر نادى بدولة الإمارات، ورف العلم والعيد كل عام عايد، أشرق صباحا في عيون الطموحات، يتنفسه شعبه عزوم وشهايد، مستقبل وآمال تنبع من الذات، أسقط صحارينا ومس العود نايد، ما فيه صعب في سجل الصعيبات إلا حذفوه شيوخنا وكان كايد، ما فيه صعب في سجل الصعيبات إلا حذفوه شيوخنا وكان كايد، حنا بهرنا العالم بكل وقفات حتى شغلنا الطابعة والجرايد، حنا بهرنا العالم بكل وقفات حتى شغلنا الطابعة والجرايد،
وحلما يعدينا حدود المجرات لو هي غريبة في وقتها بالوكايد، لكن سبقنا عصرنا في كل الأوقات. شيوخنا بالفعل لهم عوايد حاضر وطنا، والعلوم المنيفات على الفضاء رف العلم بالوعايد. يامر أبو خالد ونقضي المهمات ورد له سيدي ترى الأمن سايد. شيخ السلام وله مع العز وقفات كفه شفاء في المعضلات النكايد. شيخ السلام وله مع العز وقفات وكفه شفاء في المعضلات النكايد. غيث يعمر صاد كل المحطات، يستبشر العالم فعل ولد زايد. سبع سمت يا رب سبع السماوات، المغفرة والعفو يوم الوعايد. لو مات زايد فعله الحي ما مات، أمجاد للتاريخ يا عيال زايد. يا عيال زايد صح الله لسانك، صح بدنك. يعني صراحة قصيدة جميلة جميلة جدا ووطنية، وكأنك قاعد تخاطب الوطن أمانة في هذه القصيدة. هذا بالعكس شيء أستاذ علي دايم، يعني الشاعر من الأساسيات، أنا أشوفها من الأساسيات والأولويات الوطن. أنا أشوف دايم كمتلقي، أنا عفوا مانع، أنا كمتلقي للشعر للشاعر للشعراء يوم يقول قصيدة وطنية أنا أشوفها أحلى بكثير من الغزلية والحزينة والصاحبة موقف أو شيء، أفضل بكثير الوطنية. ما أدري ليش أشوفها أحلى قصيدة ممكن أسمعها، لأنه يمكن أصدق شعور يعني يمكن أصدق بالضبط شعور للشاعر عن الوطن دائم. يعني يمكن أن أحيانا الشاعر يسترسل في بعض الأبيات أو أنه يرسم صورة في باله ويكتب فيها أبيات، لكن الوطن عايش في ذاتك وأنت عايش في الوطن، فمستحيل يعني تحصل الشاعر في الوطنية أكثر إبداع وأكثر إحساس وأكثر شعور يعني. أكيد، وحبك لوطنك يساعدك أيضا في استخراج هذه الكلمات، وأنك أنت تجيب الكلمات بالشرق والغرب وتغلفها بحيث تكون قصيدة جميلة يستحقها هذا الوطن العزيز علينا. أكيد برأيك مانع شو الدور اللي لعبته البيئة الثقافية والشعرية عندنا في دولة الإمارات في تشكيل مسيرة الشعراء؟ شوف أستاذ علي، البيئة دايم أنا أعتبرها ملهمة شاعر. يعني البيئة والأدوات المتوفرة للشاعر هي إلهام للشاعر نفسه. صحيح. دايم المحيط الشاعر يأثر بشكل سلبي أو إيجابي على الشاعر نفسه. إحنا اليوم نسمع نقول هذا الشعر من بيئة شعرية، ليش الجمهور يقول إن الشعر من بيئة شعرية؟ على شيء على أسس بناها يعني الجمهور، أن يمكن أخو شاعر أبو شاعر، يمكن البيئة اللي فيها هو يعني يكثر فيها الشعراء. فدايم بيئتك والمحيط اللي عايشين أنت يأثر في نفسك، سواء كانت بيئة مناسبة أنت في أمن وسلام وخير أكيد نفسك بتكون مرتاحة، فهذه الأشياء تأثر على نفسك. البيئة سواء كانت داعمة للشعر داعمة للثقافة، في برامج ثقافية في مهرجانات، يقدر الشاعر أنه يحصل له مجال أنه يعني الظهور أنه يبدع أنه يكتب أنه يظهر للجمهور، فهي الأشياء دائما تساعد الشعر وتسهل عليه المسيرة الشعرية. نعم والله مانع ما أعرف شو أقول لك، لكن اليوم أنت فرصة صراحة ولازم نستغلها. بالعكس أنت ما تلقى وما تتحصل، فلا بد أن نسمع منك شيء إن شاء الله لو تتكرم علينا أيضا بقصيدة جميلة من قصائدك العذبة. أنا عندي قصيدة في الفجيرة وهدا لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الله يحفظه بمناسبة مرور 50 عام تولي حكم إمارة الفجيرة. يقول سلام الله على الشرقي وداره وداره، سلام الله على الشرقي وداره، سلام العز يا فخر الفجيرة، مضن 50 عام في مداره، وعروس الساحل الشرقي مثيرة، حمدنا هيبة المجد ووقاره، مسيره بالعطاء اسمه وسيره، تغني بالمعالي في الصداره، سديد الراي والعين البصيره، تغني بالمعالي في الصداره، سديد الراي والعين البصيره، يقود الركب في سلم الحضاره، يقود الركب في سلم الحضاره، وتاريخه شرى الشمس المنيره، يمين الشعب وديارها افكاره، يسير بهم على نهج المسيره، ولي العهد للطولات شاره. نعم. محمد بن حمد. نعم. سمعه كبيره على منهج ابوه وفي مساره، ورد عد المعاني من غديره،
سلام العز تنفح به زهاره على راشد ومكتوم الفجيره. نعم. سلام الله على الشرقي وداره، سلام العز يا فخر الفجيره، مضن 50 عاما في مداره وعروس الساحل الشرقي مثيره تستاهل البجيره وشيوخ البجيره وشعب البجيره. الخير وصح الله لسانك على هذه المصيبه الجزله والعدله امانه، بيض الله وجهك والله يا مانع. جزاك الله خير مانع. خلنا نروح لنقطه وهو الشعر الفصيح، الشعر العربي الفصيح والشعر الشعبي النبطي. مانع وين يروح الاكثر؟ قلبه وين يروح؟ قلبه مانع يروح للشعر الشعبي. ليش؟ لأنه هو اختصاصه وموهبته بدت من الشعر الشعبي، ولا يمنع بالعكس الشعر الفصيح، هذه لغتنا يعني. طبعاً احنا محبين ومتابعين للشعر الفصيح، لكن انت دايم تتجه للشيء اللي تحس انك تقدر تبدع فيه. يعني صحيح ان في الشعر الفصيح في شح كبير في الشعراء، يعني ما يعادل من شعر شعبي شعراء اكثر، يعني الاغلب انه في الشعر الشعبي. سبحان الله، يمكن أن بيئتنا وحديثنا الشعبي وكلامنا اللي نتداوله بشكل يومي ممكن يكون هذا هو الأقرب، لأنك أنت تتجه للشعر الشعبي. صحيح. الشعر الفصيح أستاذ علي دايم يحتاج يعني دقة في الإتقان، اللغة العربية الفصحى خاصة. هذا اللي قال لي أنا. خاصة في النحو. نعم. نعم. فأحيانا يعني أنت تحاتي أن الأشياء هذه يمكن أنك تقصر فيها، فالأسهل والأقرب لنا إحنا هو الشعر الشعبي، لأنه حديثنا اليومي واللي متعودين عليه بشكل طبيعي يعني في حياتنا اليومية. صحيح. ويعني الإجابة هذه للأمانة أنا سمعتها من كذا شاعر، وفعلا أراح مثل ما أنت رحت وتوجهت، لأن بأن الشعر الشعبي أو النبطي أسهل شوي من الشعر الفصيح. الفصيح يبغي له شوي انك انت تكون، يبغي له اتقان استاذ علي، اتقان بشكل كبير، بشكل كبير ما ينفع تغلط فيه، لان الغلط في الشعر الفصيح دايم يعني في البحور وموضوع النحو وموضوع التجويد والاشياء هذه دقيقه جدا. نعم. فما يجيدها الا الشخص اللي متقن اللغه العربيه الفصيحه يعني بشكل جيد. نعم. فالاسهل اللي انا اشوفه بالنسبه لي أني والأبسط لي ومن بيئتي يعني اللي أنا متعود عليه أو الكلام اللي متعود عليه هو الشعر الشعبي. طيب سامحني أنا اليوم استغليتك وايد، ما لا بالعكس، لكن من عشمي فيك أكيد يعني، ويا ريت نسمع قصيدة منك. حاضر. الحين بروح غزل. يا سلام. زين زين، هذا الغزل عاد بنختم فيه إن شاء الله هذه الفقرة، وعقولتهم ختامها مسك إن شاء الله. يقول على حنين المشاعر يا شقا صدري، على حنين المشاعر يا شقا صدري، يشتاقك القلب لو تدري مدى صبره، أتصنع العذر لجلك وانت ما تدري، من قبل ما أسمع الغايب مع عذره، شف دلة الصبر ما تبرد على جمري، أشرب من الصبر واتسامر مع جمره، صوت الأماكن يردد على اللقى بدري، وعدي في بكرة وجات القافية بكرة، ما يصدق الحلم لكني فرجى صبري، أتأمل الخير في اللي حدني أكره، البعد لينزف الأفكار من شعري، لولاه ما شفتني أتعب على الفكرة، لولاك ما يدري الجمهور عن خبري، حتى القلم ما نزف على صفحتي حبرة، شف عاصف الحزن ميعاده مع زهري، شفتك سحاب تمره كل ما أشره، يصدق من العين ويا الأقرب مع فكري، مختارك القلب حبيتك على الفطرة، اقرأ حروف المشاعر والتفت لأمري، ونمرك الخوف لا تأخذ على أمره، تعال دام الوصل ما بيننا عذري، حنا تعبنا شعور البعد نختبره، هذه الصراحة وجاتك فاخر السطري، عشان بكرة تحملت الخطأ في بكرة، على حنين المشاعر يا شقا صدري، اشتاقك القلب لو تدري مدى صبره. السلام عليك، صح لسانك. صح بدنك. يعطيك العافية طبعا. الله يعافيك. مانع عند يعني أكيد سمعت بالأوتاد الشعرية، الوتد الأوتاد. أكيد. وهي طبعا هي شخصيات كبيرة وثقيلة في الشعر، هذه هي الأوتاد. أنت وتد من هذه الأوتاد. أنا أتشرف بالي شادة. أمانة. جزاك الله خير أستاذ علي، أستاذ كبير جزاك الله. الله يسلمك، وتشرفت فيك وسعد جدا بتواجدك، وطبعا شكر جزيل لك
على تلبية الدعوة وحضوركم. وأنا أسعد في قناة الفجيرة إن شاء الله الفجيرة. وبالعكس إحنا متشرفين بالله. الله يسلمك طبعا الشاعر مانع المشاحي، شكرا جزيلا لك. شكرا سلام. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسنعود إليكم، انتظرونا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معكم ومع فقرات برنامج استديو الفجيرة، والآن سننتقل بكم لفقرة حديث الفجيرة. نعم مشاهدينا الكرام، دور كبير تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ العلم وأهميته في نهضتها وتقدمها، وهو النهج الذي تسير عليه إمارة الفجيرة كضلع أساسي في معادلة صناعة المستقبل المشرق لدولتنا الحبيبة. وفي هذا الإطار طرحت جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة برنامجا جديدا لدراسة الماجستير، وهو الأول من نوعه في الدولة. تعرف على تفاصيله مع ضيفنا في الاستديو الدكتور فيصل المطارقة، عميد كلية الإنسانيات والعلوم في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. أهلا وسهلا فيك. أهلين بك وحياك الله. يا مرحبا بكم جميعا. يا مرحبا. الله يسلم دكتور. في البداية دعنا نتحدث عن الدور الذي تلعبه حقيقة جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة في دفع مسيرة التعليم في إمارة الفجيرة وعلى مستوى الدولة بشكل عام أيضا. شكرا لك. بداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى تلفزيون الفجيرة، إلى حضرتك أستاذ علي وجميع العاملين معك في البرنامج. شكرا. كما أتقدم بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة. نعم. اللي أتاح لي الفرصة والثقة الكبيرة أني أتحدث باسم الجامعة. نعم. حقيقة الدور الكبير التي تقوم به جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفجيرة هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ننطلق في الدولة بخطى ثابتة نحو التعليم والنهوض في التعليم. ولذلك بادرت جامعة العلوم والتكنولوجيا من خلال الاستراتيجية التي تضعها، ووضعت استراتيجية خمسية 24-29، وبالتالي لتطوير التعليم ولعب الدور الكبير في المنطقة الشرقية خاصة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، من خلال طرح برامج حديثة تتواكب التغيير والتغير الحاصل والسريع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. نعم دكتور، بما أن الموسم الدراسي قد بدأ، فحدثنا الآن عن سير العملية التعليمية في الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد. شكرا لك على هذا السؤال، وهذا السؤال يعني حقيقة سؤال ذكي. الله يسلم. وبالتالي التحضير إلى بداية العملية الدراسية لا يبدأ يعني على الفور مع بداية العام الدراسي، إنما يبدأ من قبل داخل الجامعة، والتحضير له يعني من خلال الآن عمالنا منحضر لبداية العام الدراسي القادم وللفصل القادم. وبالتالي التحضير على قدم المساواة بكون في جميع الجوانب، وجميع الإدارات داخل الجامعة تعمل بشكل متوازي للتحضير لبداية هذا الجامع. حقيقة بداية العام يتميز في استقبال الطلبة الجدد، ومن خلال الاتصالات الردود على الاتصالات، ومن خلال التسجيل الإلكتروني. الآن الطالب يستطيع أن يقوم بجميع الإجراءات من خلال التسجيل الإلكتروني وهو جالس في البيت أو في مكان عمله، لا يحتاج إلى القدوم إلى الجامعة في عملية التسجيل. وهذا يعني حقيقة تتقدم جامعة العلوم والتكنولوجيا في هذا الشأن. وأيضا المبادرات اللي عمالها بتقوم فيها لتطوير العملية والإجابة على جميع الأسئلة التي قد يطرحها المتساهل أو الطامح في مواصلة التعليم في الجامعة من خلال الهاتف أو من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم. نعم. طيب دكتور، تم فتح برنامج وهو محور حديثنا أمانة. نعم. لهذه الفقرة، تم فتح برنامج جديد لدراسة الماجستير في علم الاجتماع، وطبعا هو الوحيد من نوعه في على مستوى الدولة. نعم. يا ريت لو تطلعنا على تفاصيل هذا البرنامج. أشكرك أستاذ علي. العفو. يعني البدء للتحضير لهذا البرنامج بدأ من العام 2019. ما شاء الله. وليس الآن، وقد أخذ يعني مناحي عديدة وخطوات عديدة، من تغيير البرنامج للغات واللغة الإنجليزية، كان التفكير طرحه في اللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، وجزء منه في اللغة العربية وجزء منه في اللغة الإنجليزية والعكس صحيح، ولكن مع متطلبات السوق ودراسة سوق العمل، دراسة سوق العمل ومتطلبات السوق وطلبات الطلبة علينا، استقرت إدارة الجامعة على تقديم هذا البرنامج في اللغة العربية، والحمد لله تقدمنا به، والآن بدأنا مع بداية هذا الفصل في ماجستير علم الاجتماع العام. احنا نتحدث هو الوحيد داخل الدولة كبرنامج ماجستير في علم الاجتماع العام. هناك بعض الجامعات تطرح برنامج التطبيقي في الماجستير، ولكن إذا سألتني لماذا العام؟ لأنه من خلال المساقات التي طرحت بطريقة مدروسة وليست اعتباطية وليست مجرد وضع مساقات ويأتي الطالب ويأخذ شهادة الماجستير، ولكن حتى تحقق طموح العديد من الطلبة اللي هم بيحتاجوا أنهم يدخلوا هذا البرنامج. ولن يقتصر هذا البرنامج على طلبة الماجستير في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية، بل العديد من التخصصات يمكنهم الالتحاق بهذا البرنامج، وهو ما حصل معنا في هذا البرنامج. جميع التخصصات الاجتماعية والإنسانية أو طلبة التخصصات الاجتماعية والإنسانية بيستطيعون الالتحاق في هذا البرنامج. طبعا الطلبة من خارج التخصص هنا بيدرسوا قبل الدخول في البرنامج مباشرة بعض المساقات الاستدراكية اللي هي بتأهلهم، ثلاث مساقات استدراكية اللي بتأهلهم للدخول في البرنامج مباشرة، وهذا اللي حصل معنا. نعم. طيب ما مدى الإقبال دكتور والنجاح الذي حققه هذا البرنامج مع بداية الإعلان عنه؟ بحمد الله النجاح تحقق قبل الإعلان. ما شاء الله تبارك. الحمد لله. يعني أنا دائما متفائل في هذا الجانب. لماذا النجاح تحقق قبل الإعلان؟ يعني التنفيذ بدأ بعد الإعلان، ولكن النجاح من خلال السنوات وطلبات الطلبة الخريجين من الجامعة، والخريجين طلبة من خارج الجامعة أيضا، إنه إحنا نحتاج إلى هذا البرنامج. وبالتالي مع الإعلان، منذ بداية الإعلان للبرنامج، تم إعلامي من قبل سعادة مدير الجامعة تقريبا الساعة 5 المساء عن إنه تمت الموافقة على فتح البرنامج من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت مباشرة وزملائي وجميع الأجهزة المختصة داخل الجامعة في وضع الإعلان على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. ومن خلال التواصل الشخصي مع الطلبة، وأكيد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، كان عندنا 27 طلب ما شاء الله. وبالتالي هذا دلالة على أنه في شك الطلبة اللي التحقوا عندنا من سكان أبوظبي ويعملون في أبوظبي، دبي، شارقة، عجمان وجميع الإمارات موجودين عندنا داخل هذا البرنامج. بحمد الله الإقبال. والآن طبعا عندنا ثلاث فئات: طلبة سجلوا مباشرة في الماجستير، طلبة غير المحققين الشروط كاملة وهو اللغة العربية، دخلوا برامج أخرى المايكرو كريدينشال بنسميها، وطلبة الاستدراكي. والآن تقريبا عندنا 44 طالب إن شاء الله تبارك يعني الرحمن في هذا البرنامج مع بداية اللي هو العام. مع بداية البرنامج لسه بنقول يا هادي يعني. وبدي أحكي لك يعني أضيف لك من الشهر بيت يعني. نعم. مثل ما يقول. نعم.
الآن طلبتنا الخريجين داخل الجامعة بعدهم ما أقبلوا كثيرا، بنتظروا يعني إحنا على تواصل دائما، بقولوا خلينا على الفصل الجاي، خلينا على الفصل الجاي، لأنه في الكثير يعني. وهذا البرنامج إحنا سعيدين جدا أنه ينطلق في هذا الوقت، نحن دكتور والله لأنه بحقق يعني طموحات العديد من مختلف التخصصات ومختلف الفئات الوظيفية داخل الدولة. أكيد أكيد نحن يعني نتمنى لكم طبعا التوفيق في هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي راح تطرح أكيد من قبل الجامعة. أنا سعدت جدا وتشرفت بتواجدك معي دكتور الدكتور فيصل المطلقة، عميد كلية الإنسانيات والعلوم في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. شكرا جزيلا لك دكتور على يعني تلبيتك الدعوة وحضورك إلى هنا استديو الفجيرة. شكرا لك وبارك الله فيكم جميعا. الله يحفظك يا دكتور. شكرا الله يسلمك. الله يسعدك. الله يبارك. شكرا دكتور. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذه الليلة. انتظرونا غدا بإذن الله وحلقة جديدة بمواضيع متنوعة ومختلفة ومع ضيوف متميزين. نذكركم مشاهدينا أيضا بإمكانكم متابعتنا عبر صفحات تلفزيون الفجيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، متابعة أيضا البث المباشر عبر تطبيق تلفزيون الفجيرة. إلى أن ألتقيكم مجددا في حلقة جديدة من استديو الفجيرة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير.